قيمة الجماهير وأشوال الجماهير. هذه كرة دكة جديدة، الجيش الملكي، الفرحه لم تكتمل. شوف اللي قطع وفابريس كاينكا لعب بهذه الطريقه، كره في وسط الميدان، هجمه من جانب هذا اللاعب، يحاول ممكن يبحث على الزاويه المناسبه ويسدد الكره. بلال المكري في حدود الدقيقه 55، الجوله الثانيه مغيره، صبحت النتيجه 1-1. صبحت النتيجه